فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين الاستعمال والاتخاذ؟ أليس المعنى هو واحد؟ هو الاستعمال اتخاذ، الاستعمال اتخاذ، والاتخاذ استعمال، كلاهما سواء. نعم. بعض المعاني يكون أن الاتخاذ أوسع من الاستعمال، لأن قد يتخذها تحفة أو زينة ولا يشرب ولا يأكل بها، فهو أوسع. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.